يلا. انا مخطوبه من سنتين واخواتي كلهم متجوزين وعندهم اولاد. والدي توفى من شهرين وطبعا حياتي كلها اتغيرت، وكانت مشكلتي مع خطيبي انه ما عندوش شقه. فاخواتي عرضوا عليا اني اتجوز في شقتنا عشان اكون كمان مع ماما، وماما موافقه. بس لما عرضت الموضوع ده على خطيبي هو رفض وقال لي ما اقدرش اعيش في شقه مراتي، انا هاجر شقه. وهاتي انتي مامتك تعيش معانا. حلو جدا لحد دلوقتي كله حلو. طبعا حلو. بس ماما رفضت وقالت لي انا ما اقدرش ابعد عن بيتي. منطقي. فاخواتي اقترحوا انه يدفع ايجار لماما. بس انا مكسوفه اقول له، وهم بيقنعوني ان ده عادي ومش عيب. اعمل ايه؟ اقول له فعلا ولا عيب؟ انا مش عارفه اعمل ايه. حتى اخواتي شايلين نفسهم تماما من الموضوع. واقنعه ازاي انه يوافق؟ انا خايفه اسيب ماما لوحدها. بصي يا حبيبتي، هو انا مش عارفه، انا مش فاهمه هو ليه لازم تعيش مع مامتها. علشان واضح ان اولا كان الاب موجود ورب يعني توفى، فالست بقت لوحدها، واضح انها متقدمه في العمر، والاخوات خلاص بقى اتجوزوا والموضوع بقى خلص خلاص. هي دي البنوته الوحيده اللي كانت قاعده مع الوالده، فبيقولها كملي بقى. يعني انتوا يعني انتوا شايفين ان هي المفروض تكمل مع مامتها؟ عشان بس هنحل على الاساس ده. لا عادي عادي، يعني هنحل على الاساس ده. ثواب كبير ده. اوكي، يعني هنحل على اساس ان مامتها اللي هتكمل معاها بقيه المشوار. طبعا. أوكي. لانها خلي بالك هي البنت اللي كملت معاها، وهي البنت اللي لسه مرتاحه، ما عندهاش التزامات كبيره وما عندهاش ولاد. خلاص يعني هي معانا. طبعا. اوكي، بصي يا حبيبتي، اولا جوزك راجل عشان بيفهم. صحيح. الراجل اللي انت هترتبطي بيه ده تطمني على نفسك كده معاه، لانه راجل وعنده كرامه، وكرامته يعني مليان من جوه، وهيز فول اوف هيم سيلف، ودي حاجه عظيمه وكويسه وتحسب له مش تحسب عليه. اقتراح ان هو يدفع ايجار لمامتك في الشقه كانه مأجر بره، انا شايفه ان ده اقتراح يرضي جميع الاطراف. مش وحش طبعا. اقتراح لطيف جدا. انت هتقعد في شقه مامتي بفلوسك. وكان احنا مأجرين شقه بره، بس بدل احنا حطينا الاثنين مع بعض، يعني بدل ما تأجر شقه بره وماما تقعد في بيتها وهي مش عايز تسيب بيتها، يبقى احنا عملنا كده 2 in 1. انا شايفه ان ده اقتراح لطيف. مش عيب ابدا. طبعًا. ابدا طبعًا. لان هو الراجل قال لك لا انا مش هعيش في شقه مامتك، انا لازم ااجر. قولي له خلاص اجر. ومش معترض على وجود الحماته معاه، وده يحسب له اكتر كمان. طبعًا. على فكره، لان هو موافق انه يشيل مامتك لغايه اخر يوم في عمرها، ربنا يديها طول العمر. ودي حاجه تؤكد كمان انه راجل خير وبار بالاهل. بس انا بتهيألي ما تقولش بقى ان الاخوات اقترحوا، يعني يطلع منك الاقتراح كانه طالع منك. كانها فكره نيره. عظيمه ما فيش زيها. طب استنى. طب بدل ما نروح لبيت ما نعرفوش ولسه هنوضب وننظف ونعمل، طب ما البيت اهو يا سيدي، وكانك بتدي ماما اجار. وقولي له كمان احنا ممكن نغير في البيت اللي انت عايزه، يعني لو حابب تغير اوضه النوم اللي هنقعد فيها نغيرها، لو حابب تبيض هنبيض، يعني نعمل نتعامل مع البيت ده على انه كانوا بيت مأجرين، بيت جديد مأجرينه. في حل تاني لو ده ما ينفعش. ايه بقى؟ ان يجيبوا شقه جنب مامته في نفس العماره، فتزور الام في العماره اللي جنبها، بحيث انها طول اليوم شايفه امها معاها. برضو ده حل. ممكن. ممكن يعني ممكن يبقى معاها يوم ويك اند، يبقى معاها. انا شايفه بقى انه احسن الحلول بقى اللي هي اقترحتها انه يبقى الشقه في نفس العماره. يا ريت تجيبوا شقه في نفس العماره. عندك شقه في العماره ممكن؟ لا او ما فيش. يعني لو ما فيش راوند تبقى العماره اللي جنبها شقه، يعني كده ده. وهتأجر لو هو رفض الحل ده. الحل ده امثل طبعا. الحل ان هم يعيشوا، ان هو يدفع الايجار ويقعد معاها. طبعًا. الحل لو هو رفض ده تماما عشان ما تبوظ جوازها، يبقى نأجر بيت جنب ماما على طول. شوفوا بقى فين، ادوروا بقى لغايه ما تلاقوا شقه جنب. يمكن ربنا يكرمكم تلاقوا شقه في نفس العماره، ما حدش عارف. يا ريت لو نفس العماره، يا ريت. ده راجل محترم وخير جداً. وطيب وكريم ويعني طيب. ما هي ما عندهاش مشكله خالص غير في توصيل كلمه الايجار دي، انت قومي بيها. مش عيب عن لسان اخواتك. انت بتسالي عيب ولا مش عيب العرض ده؟ لا، العرض ده مش عيب ابدا. لا لا بالعكس، ده يا ريت. ذكي. يا ريت، ده حلو.